التي تهيئ الخارجية ليتم توزيعها قبل نهاية شهر جوان المقبل تطبيقا لتعليمات مجلس الوزراء مؤخرا. نوال بنطوبة. 1020 وحدة سكنية عمومية إيجارية تدعمت بها الحظيرة السكنية بدائرة بوقطب بولاية البيض ضمن الخماسي السابق، منها ما وزع سنة 2008، و165 وحدة سكنية انتهت الأشغال بها في انتظار استكمال عمليات التهيئة الخارجية لتوزيعها قبل نهاية شهر جوان المقبل تطبيقا لتعليمات مجلس الوزراء مؤخرا. هذه السكنات تمتاز بتهيئة خارجية رها في مستوى 80%، وهي سكنات الإجمالي تاعها من نوع F3، ويزمع توزيع تاعها خلال الثلاثي الثاني لسنة 2011. لجنة الدائرة المكلفة بدراسة ملفات السكنات العمومية الإيجارية تسهر على إعداد قائمة المستفيدين بالبلديات الثلاث للدائرة بوقطب تسمولين والخيثر. مجموع الملفات المودع على مستوى الدائرة يقدر ب 3471 ملف، الملفات المستوفية للشروط القانونية 1195 ملف. تقوم اللجنة حاليا بدراسة هذه الملفات قصد توزيع العدل. وضمن برنامج القضاء على السكن الهش استفادت الدائرة من حصة معتبرة تضم أكثر من 500 سكن، لا تزال الأشغال متواصلة ب50 وحدة منها.